السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل مباراة في كأس الأمم الأوروبية حتى الآن أسبانيا وإيطاليا. أسبانيا عملت كل فنيات الكرة اللي أنت تعرفها، وإيطاليا النهاردة تحس إن دي مش إيطاليا، مش ده منتخب إيطاليا صاحب البطولة اللي فاتت خالص، مش هو بالمنطق. يعني دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي هو رجل المباراة. يعني فريق أسبانيا زهق فيه، مش عارف يحط فيه ولا جون، يشوط من الشمال يشوط من اليمين، يشوط من بره الاستاد من جوه الجون مش ما بتدخلش. في الاخر مدافع او لاعب منتخب ايطاليا ريح الدنيا كلها وهو اللي جاب الجون في منتخب ايطاليا، وخلصت المباراه 1-0 في مباراه. المنتخب الاسباني لعب بشكل فني عالي ورائع ومتميز، والمنتخب الايطالي كان بيحاول انه يدافع، بيحاول انه في الاخر خالص انه يتعادل. الشوط الاولاني في بدايته حسيت ان المنتخب الايطالي ممكن يعمل اي حاجه. طريقه اللعب واحده 4-3-3، بس التكتيك وشكل الجمل بيختلف، شكل الجمل مختلف. لعيبه منتخب اسبانيا حافظه بعض، السيناريو والتكتيك والجمل المتغيره والثابته اللي بيعملها المنتخب الاسباني، منتخب رايح يقول انا عايز احقق بطوله. المنتخب الايطالي عايز يلعب على الدفاع، عاوز يصعد وخلاص، عايز مش عارف. ففي جوده في اللعب والفنيات والاداء والروعه اللي احنا اتفرجنا عليها من المنتخب الاسباني هو اللي متع الكوره كلها. النهارده المنتخب الايطالي ما قدرش ان هو يقف قدام يعني الحصان، وحصان ايه ده؟ النهارده كان في سرعات مختلفه جدا عند المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني بيلعب كره قدم بشكل رائع ومميز، وكان افضل المنتخب الايطالي على مدار المباراة. يعني حتى حسينا ان المنتخب الايطالي يبقى فيه شوية حاجة بعد ما يعني هدف الفوز او التقدم للمنتخب الاسباني في الدقيقة 54 او 55 اللي المنتخب الايطالي نفسه هو اللي دخل الجون في نفسه، لكن لا حياة للمنتنادي، والمنتخب الايطالي ظل يدافع ويحاول ان يخرج من المباراة بأي نتيجة حلوة جدا. وانا بقول لك ان دوناروما حارس مرمى المنتخب الايطالي هو نجم المباراه، هو رجل المباراه من وجهه نظري. وان كان اي لاعب تاني خدها، لان المنتخب الاسباني لعب وعمل جمل تكتيكيه وعمل تغييرات، وفي فرق من مدير فني ومدير فني. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولسه البطوله بتسخن ان شاء الله باذن الله. اللهم ارفع عن الامه البلاء والغلاء، وصلى على النبي.